نحن نتحدث عن شريان حيوي لعدد كبير من دول المنطقة. اليوم المغرب يصل عدد من هذه الدول الإفريقية بمنتوجات خصوص منها ذات الطابع الغذائي والفلاحي من جهة، ومن جهة أخرى فهو يخلق يعني روافد هامة للتنمية، ودليل لذلك مصارعة المغرب بالتأكيد على أن هذا المعبر ليس معبرا حدوديا عاديا، بل هو حلقة وصل وشريان أساسي وأساسي جدا. هناك بعض المناطق يعني في التاريخ وذلك في الجغرافيا كانت لها موقع حيوي جدا، نتحدث بالكثير مثلا عن معبر السلوم الذي يصل ليبيا بمصر، وهذا معبر مهم ومهم جدا. بل بطبيعة الحال منطقة بن قردان أو المعبر الذي يمر عبر هذه المنطقة التي تصل تونس بليبيا الشقيقة مثلا، هذه من المعابر. مع كامل الأسف نتحدث عن المعبر الذي تم إغلاقه، ومعبر السوشمغال المغرب والجزائر. ويعني هذه المعابر هي من الأهمية القصوى من الناحية الاقتصادية، وتزن ثقلها وثقلها كبير وكبير جدا 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 من الناحية الاقتصادية. وبالتالي فالمغرب اليوم بتأكيد على أهمية هذا المعبر يسعى لإعادة هذا الشريان من جهة، ثانيا التأكيد على أن من روافع التنمية المجالية هو بطبيعة الحال جعل المغرب ممتدا في عمق الإفريقي، وكذلك ربطه بشريكه الموريتاني وهو شريك جهوي وإقليمي. وبالتالي عفوا وبالتالي فهذا الشريك الموريتاني المهم والمهم جدا يمكن اليوم المغرب من تمتين هذه الروابط من الناحية الاقتصادية من جهة، وفتح باب أمام السوق الإفريقية مع جائحة كورونا. نعلم جيدا أنه سوف يتم إعادة ترتيب الأوراق. المغرب اليوم يراهن دائما على علاقة جنوب جنوب بمنطقة رابحة للبحر، يراهن على الموقع الإفريقي، يراهن على عدد من المعطيات. فاليوم يجب استثمار هذه الفرصة الجيوسياسية المهمة وتأكيد هذه الأهمية، أهمية القرقرات كمعبر. ويتم ذلك في تقديري الشخصي عن طريق جعل منطقة القرقرات منطقة لوجستية، منطقة اقتصادية متكاملة الأركان، بجعلها يعني منطقة ذات طابع صناعي وذات طابع تجاري وذات طابع حتى ترفيهي وذات طابع لوجستي. لكم أن تتصوروا على سبيل المثال الحصر، وكانت لي مؤخرا نقاش مع بعض رجال الأعمال المغاربة الذين يهتمون بهذا ربما هذا المجال بهذا الملف، انه بامكاننا ان نجعل من هذه المنطقه رافعه لوجستيه كبيره. تصوروا معي منطقه لوجستيه متكامله الاركان مجهزه، بالامكان ان نخلق فيها عدد من مناطق التبريد، التبريد، وبامكاننا ايضا ان نخلق طفره فيما يتعلق بالجانب اللوجستي، بحيث نتمكن من نقل هذه البضائع دون ما انهاك للقدرة اللوجستية للمغرب، وبالتالي نتوفر على يعني إذا صح التعبير كما نقول الفرنسية دو فلوت، يعني فريقين، فريق يمكن من حصر أو جلب المواد الغذائية والمواد التي يراد تصديرها من جميع مناطق المغرب، وفريق سوف يمكن من نقل هذه المواد بأكبر قدرة لوجستية ممكنة عن طريق آليات مؤهلة لذلك، ولكن نحتاج إلى مناطق ونقاط ارتكاز لوجستية على شكل بطبيعة الحال مراكز تبريد أو مبردات، على شكل مراكز للتخزين. وأعتقد أن القرقرات بإمكانها أن تلعب هذا الدور المهم والمهم جدا، دون ما ننسى أن خطاب صاحب الجلالة كان يتحدث مؤخرا عن التنمية المجالية في الأقاليم الصحراوية، وتحدث عن المسألة أو الجانب الطاقي على الجانب ديال المغرب الأزرق، على الجانب المتمثل أيضا في تثمين الجانب السياحي. فبالتالي يمكن أن يصبح معبر القرقارات معبرا للمسافرين الراغبين في استكشاف المناطق السياحية المغربية. ولنا أن نتصور مثلا وهناك طبقة متوسطة هامة جدا في الشقيقة موريتانيا وفي عدد من الدول الإفريقية، ولنا أن نتصور كما نرى أن هناك معبرا أو معابر ما بين المغرب وإسبانيا، يمكن أن نتصور أن يكون هناك يعني فوج وأفواج من السياح ومن الأشخاص الذين نعم سوف أستاذ مهدي فقير، يعني شنو الرأي ديالكم في محاولة النظام العسكري الجزائري في التضييق على المغرب بخلق معبر آخر ما وراء تندوف ليربط الخطوط التجارية بين الجزائر وموريتانيا وباقي الدول الأخرى، وهذا المعبر الذي لم ينجح بتاتا نظرا للغياب البنية التحتية والواقعة التي وقعت مؤخرا بعد تهاطل الأمطار الغزيرة في ذلك المعبر؟
سيدي الكريم، يؤسفني القول أن حينما تكون القرارات السيادية بين الدول مرتبطة بشكل سياسي صرف دون أخذ بعين الاعتبار وبشكل موضوعي تقني ودقيق الجانب الاقتصادي، تقع أخطاء لا تغتفر. الدليل على ذلك فيما يتعلق بالحالة الجزائرية، وكل الاحترام والتقدير للجزائر، تبقى دولة جارة ولها سيادة، لكنني يعني أتحدث هنا ليست عن أحكام قيمة وإنما تقييم موضوعي صرف. الجزائر وقعت في 2001 اتفاقية مع نيجيريا لمد أنبوب غاز من نيجيريا إلى الجزائر. ها هي ده، تفتح معبرا طرقيا وليس معبرا لوجستيا ما بين المغرب وموريتانيا. الهدف كان سياسيا صرفا، لم يتم التفكير بشكل دقيق وموضوعي. الأمر يختلف بالنسبة للمغرب. المغرب لا يراهن على قرارات سياسية ولا على يعني قرارات مقطعة الأوصال. المغرب يراهن على قرارات متكاملة الأركان. وبالتالي هذا القرار معك بالأسف كان مصيره الفشل، وليس المغرب الذي أفشل هذا القرار، بل الجزائر معك بالأسف، أو على الأقل تقدير الساسة والقادة في الجزائر هو الذي أفشل هذه المسألة، لأنه لم يكن مرتبطا برغبة حقيقية بتحقيق تنمية اقتصادي، وإنما كانت هناك أهداف. يعني شخصيا أترك الأستاذ العباس الوردي وهو أهل الاختصاص وهو صاحب البضاعة في هذا الموضوع ليعلق عليها، لكن أعتقد في تقديري أن المغرب اليوم حينما فتح معبر الكركارات، وكان هذا معبر الكركارات يعني مثيرا بين قوسين للاستفزاز، المغرب لم يستفز، المغرب لم يقطع طرقا ولم يدفع إلى قطع طرق، المغرب ترك الأمور، لأن المغرب واثق من نفسه، واثق من اختياراته، واختياراته أثبتت نجاحها. وبالدليل على ذلك أنه حينما اتخذ المغرب القرار بضبط الأوضاع وضبط الأمور لم يعلق أحد اللهم أعد الوحدة الترابية. فبالتالي يمكن القول اليوم أن اختيارات الاقتصادية للمغرب ولله الحمد في السنوات الأخيرة كانت اختيارات تشوبها الكثير والكثير والكثير من الواقعية والموضوعية، هي ليست اختيارات ظرفية ولا اختيارات ضد طرف معين، وهذا ما منح المغرب ولله الحمد أولا زخما ومصداقية كبيرين على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد أيضا السياسي. وبالتالي المغرب يتموقع كشريك يعني دي خبرة دي مصداقية، يقترح حلول موضوعية، ولله الحمد لله الحمد، فها هو المغرب اليوم يثبت للجميع أن بالإمكان تنمية الأقاليم، بإمكان إقناع جميع الدول بخيارات المغرب السيادية التي طرحها في 2007، وحديثنا عن يعني المقترح حكم التهديف للسيادة المغربية، ولكن بطابع اقتصادي وبطابع موضوعي. أتمنى شخصيا أن يأتي يوما، وأتمنى أن لا يفوتنا الركب، عفوا أقول أن يأتي يوم وأن لا يفوتنا الركب وجيلنا، وأن يفهم الأشقاء في الجزائر أن سوف أكون جد موضوعي، لنعتبر أنه في العلاقات الدولية، وهنا أتحدث تحت وصاية الأستاذ الوردي، لا توجد هناك صداقات دائمة ولا حتى أخوة دائمة، يلا يا ستي، بل هناك مصالح دائمة، ومصالح الأشقاء في الجزائر تمر عبر التكامل الاقتصادي مع المغرب، الموارد الطبيعية في طور النضوج، النموذج الجزائري التنموي هو نموذج معك بالأسف يشوبه الكثير، على أن المغرب اعترف بقصور نموذجه التنموي على ما فيه من الحسنات، اعترف بقصور نموذج التنموي، وهذا نضج سيادي قل نظيره في المنطقة العربية، يعني أن تعترف أكبر سلطة في المغرب بقصور النموذج التنموي وتسعى إلى تحسينه، فهذا شيء بطبيعة الحال ينتج الصدق. وبالتالي الإخوة في الجزائر يعلمون أن التكامل الاقتصادي هو تكامل رهيب، وبإمكانه أن يحل عدد كبير من مشاكل الجزائر، والمغرب هذا ما طلب، لم يطلب أكثر من ذلك. قال المغرب يبدي لنضع المسألة التي تتعلق بالأقاليم الصحراوية جانبا، وتعالوا إلى آلية سياسية للتواصل، رفض الإخوة والأشقاء في الجزائر، لمن هم ربما أكبرنا وأكثرنا سنا يتذكرون الفترة الذهبية لسنوات الثمانينات، بعد التوقيع على اتفاق اتحاد المغرب العربي، وكذلك فتح الحدود مع المغرب إلى حدود كيف النار، يتذكرون كيف ما كانت واحد الازدهار كبير وكبير جدا. فبالتالي أنا أتحدث بمنطق موضوعي.
جانب المشاكل المتعلقة بالسياسة أو المسائل السياسية، ولنترك فرصة للمصالح لكي تعطي وتدلو بدلوها. وأنا على يقين أنه في هذه الحالة سوف تتغير الكثير والكثير 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 جدا 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 من المعطيات في المغرب. المغرب له مصداقية تثير على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي حتى، وأعود لأقول ربما أرمي كثيرا الكرة في ملعب الأستاذ الوردي، ولكن لا أريد التطاول على الاختصاصات، لكن انظروا ما حصل في طنجة، انظروا ما حصل في التسخيرات قبل ذلك، انظروا ما يحصل كيف حالما يتدخل المغرب، حالما يتدخل المغرب لحل المشاكل الإقليمية والجهوية والقارية. هناك ولله الحمد كل الجهود بالنجاح، لأن المغرب له من المصداقية، ولا يسعى إلى افتعال المشاكل ولا يسعى الحلول والموضوعية. استاذ مهدي، اذا سمحتي اذا سمحتي استاذ، يعني سؤال اخر بخصوص الجانب الاقتصادي المتعلق بالاستثمارات الكبرى. في نظركم، يعني في ظل هذه المكتسبات الدبلوماسيه اللي حققتها المملكه المغربيه في التعاطف الكبير والمسانده لعدد كبير من الدول الافريقيه والعربيه والاوروبيه من بعد الانتهاكات للبوليزاريو في منطقه الكركارات، وتأييد المغرب في التدخل ديالو وفتح عدد من القنصليات بالاقاليم الصحراويه، خاصه مدينه العيون، وخاصه من الامارات والاردن والبحرين مستقبلا. في نظركم، واش هذه المؤشرات يعني كتاكد على ان الاقاليم الصحراويه وخاصه بير القندوز، بوجدور، القرقالات، غادي تعرف واحد الثوره اقتصاديه كبيرة؟ يعني كتقدر نتكلموا على مدن اقتصادية يعني شبيهة بمدينة الدار البيضاء وأكثر من ذلك؟ سوف أكون معك موضوعيا، هذا يعتمد علينا في المغرب. ماذا سنقدم لهؤلاء المستثمرين؟ ماذا سنبيع كمنتور اقتصادي؟ أعتقد أن هذه المسألة مسألة وتحتاج إلى كثير من الواقعية والعمل الجاد من طرفنا، لكي لله الحمد يجب تتمين استثمار هذه الأهداف وهذه المكتسبات التاريخية على الصعيد السياسي والدبلوماسي. لكن أين هي الدبلوماسية الموازية؟ يجب أن تكون هناك قوافل لرجال الأعمال وقوافل بطبيعة الحال فعل الاقتصادي للمغاربة حتى يجذبون الاستثمارات. هذا هو المطلوب اليوم. الوطنية الاقتصادية قامت الدولة بما عليها، قامت أعلى سلطة سيادية في البلاد بما عليها، ويعلم الله ماذا ما كبدنا في ساحات الواقع الدبلوماسية للحصول على هذه المكتسبات. أما وقد تحققت فالدور لا يبقى على الدول، يبقى على الدبلوماسية الموازية، على رجال الأعمال أولا أن يسارعوا بوضع تصور وباقتراح تصور. الدولة لا يمكن أن تستثمر أموال وهي لا تتوفر على تصور، وإن فعلت فقد نقع في الخطأ والمحظور، وهو أننا نقترح شيئا غير قابل للحياة. كيف يمكن اليوم أن أقنع مستثمرا من دولة شقيقة قبلت بحل بطبيعة الحال قنصلية لها اقتناعا منها، وهذه عقيدة لنا كمغاربة، وكذلك اقتناعا هذه الدول بأن مصالحها في يعني المناطق الجنوبية للمملكة المغربية، كيف يمكن أن أقنعه وأنا كمستثمر مغربي لا أشاطره الاستثمارات ولا أشاركه؟ يجب أن نعطي المثل قبل كل شيء، ويجب أن نتحلى بكثير من الموضوعية وبكثير من بلا الاقتصادية. بلا شك لكم سمعتوا التصريح ديال عبد اللطيف الجوهري، يعني مدير بنك المغرب، خاصة بهذا الصدد. يعني كيف تفاعلتوا معاه؟ كيفاش شفتوا هذه الجرأة الكبيرة اللي تحدثت عليها بخصوص المستثمرين المغاربة وأيضا ردود أفعال بعض السياسيين؟ سيدي الكريم، السيد ولي بنك المغرب له كل احترام والتقدير وآراءه تحترم وهي آراء مهمة. السيد ولي بنك المغرب أجاب على تساؤلات نواب الأمة، هو لم يعلق شخصيا ولم يكن تعليقا، كان تعليقا يعني جوابا. فحينما تحدث على أن التنمية الاقتصادية والمجتمعية رهينة بقرارات بنك المغرب وبالسياسة النقدية، هذا شيء مغالط ومخالف، والرجل تدخل ليصحح الأمور، ليس هو من ينظر للنموذج التنموي وللسياسة التنموية، ليس هو من يشجع ويدفع بالتنمية، ليس هو من يشغل، وفقط يضبط موازين الأمور حتى لا تنزلق وتفلت العير من عقالها. لذلك فهو
اضطر لأن يكون نوعا ما أكثر واقعية بطبيعة الحال. ف يعني الإشكال اليوم هو إشكال أعتقده شخصيا في النموذج التنموي دائما، لكن في العقليات أيضا أعتقد أن دور الدولة انتهى، وأصبح اليوم دور الدبلوماسية الموازية ودور رجال الأعمال وذوي الاختصاص من نخبة وصفوة أن تسارع لتتمين هذه المجهودات طالما يسمح على يعني الوقت الجيوسياسي والظرف الجيوسياسي. بذلك ارتكبنا أخطاء في السابق وأضعنا عديد الفرص الجيوسياسية لأنه كانت في بعض الأحيان قرارات المغرب لا توازيها قرارات أخرى على الصعيد الاقتصادي. المغرب كان واقعيا من سنة 2013 حينما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وآنذاك لم يكن بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر تقريرا هاما حول النموذج التنموي للصحراء والأقاليم الصحراوية، وضع الأصبع على نقاط الخلل، وكانت آنذاك جرأة كبيرة وتقرير أتذكره جد جريء. وقام هذا التقرير بوضع الأصبع على مكامن الخلل، وبالتالي فالتكامل الاقتصادي الوطني والتكامل الاقتصادي الجهوي مرور عبر الأقاليم الصحراوية يحتاج إلى تتمين هذه المجهودات التي ذكرت منذ قليل. وأعتقد شخصيا جازما أن بإمكاننا أن نفعل المعجزات، لكن يجب المسارعة بالتحرك، أقول المسارعة بالتحرك، وأن يسارع رجال الأعمال وذوي الاختصاص بدبلوماسية موازية في أقرب الأجل لجلب أكبر قدر ممكن من الرسائل، وأن يقدم تصورا واضحا للجهات العليا والجهات السيادية في الدولة حتى تقوم الدولة بإعمال الاستثمارات. تحدث السيد العثماني على أن عديد الاستثمارات تم إنجازها وهو شيء محمود، لكننا نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات. أقول على سبيل المثال الحصر أن هناك مبادرة من بعض رجال الأعمال لخلق منطقة لوجستية ومبردات او مراكز التبريد ومراكز للتبريد. هذه فكره عظيمه وعبقريه، ان نقوم اليوم بخلق السياحه من جنوب جنوب وان ننتظر ان تهل علينا بشائر السياح الافارقه ياتوا لنا بسياراتهم عبر القرقرات لزياره المناطق الصحراويه، هي فكره عظيمه. لذلك ينبغي ان نتمنى ذلك من المعيب اليوم انه منطقه الداخل التي تعرف كل سنه عديد وعديد يعني الوفود من دول اخرى تعرف يعني مكامن الجذب من الناحيه السياحيه لا توازيها بنى تحتيه سياحيه هامه. فبالتالي اعتقد ان هذه مسؤوليه قبل ان تكون مساله جاذبيه، واعتقد شخصيا اننا يجب ان نضبط الامور من الداخل ونسارع بربح مزيد من النقاط، ولا نعول كثيرا على السياسه. الجزائر الامور معقده للغايه، ولا يمكن ان نتحدث في السياسه مع شر الجزائر. هي مساله اعتقدها ليست قريبه، قد تكون مفاجئة لكنها نوعا ما بعيدة بعض الشيء، وأنا لا أميل إلى محاولة يعني قراءة الغيب لا يمكن. لكن قال أبراهام لينكولن أن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو صنع هذا المستقبل من الآن، وبالتالي أعتقد أن صناعة المستقبل بيدنا. ولا نعول على السياسة كثيرا، لأن الجزائر حينما أدارت ظهرها للمبادرة الملكية السامية لخلق آلية سياسية للنقاش، أعتقد أن هذا القرار كان قرارا له كثير من المغازي ولك كثير من المعاني، ولا يمكن أن نعول على أي تغيير سياسي. وبالتالي المغرب عن طريق الورقة الاقتصادية والجيوسياسية والدبلوماسية، والتحية كل التحية للأستاذ بوريت على العمل الجبار الذي يقوم به، أعتقد أنها هي الطريقة الموضوعية والواقعية لربح رهان القرقرات كرافعة وكنقطة محورية تاريخية لقلب الأمور وتغيير الموازين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.